سير رضوان الحيمر، مساء الخير. رضوان الحيمر غني عن التعريف، لاعب سابق لفريق الرجاء، جاور فريق الرجاء في الاوج ديالها، في اوج البطولات، شارك في البطولات الدوليه وشارك مع فريق الوطني. اعطينا بعد اولا بلا ما نقولوا، اعطينا ان الناس تعرفوك، ولكن غير للتذكير اعطينا لي بالماريز ديال نعم، هذا هو الحمار، لاعب سابق للرجاء البيضاوي ومنتخب اولمبي، كذلك بعد المنتخب الاول بعد شي 6 مباريات كانت نادالية، وكذلك فز فريق مع فريق رجاء البيضاوي ب16 لقب، يعني منهم وطني ومنهم قاري، شارك في كأس العالم للأندية، يعني و12 سنة وأنا في الفريق الأول و18 سنة وأنا في فريق رجاء البيضاوي. سير دوال، شنو هما اللحظات اللي باقا دابا مترسخه في الذهن ديالك كلاعب ديال فريق الرجاء البيضاوي؟ هو حقا هو الفوز بعصبة الأفضل مرتين، وشي مشاركة في كأس العالم، ويعني وكذلك الفوز في تونس يعني في بطولة كأس إفريقيا، رغم أن كان لقاء صعب، وكان عرف يعني الناس كاع كيتذكروا هذه المباراة في 78 98 99 يعني مباراة كانت صعبة، وحق الناس كاع كيتذكروا هذه المباراة اللي أنها تبقى خالدة في التاريخ، وكذلك مباراة ريال مدريد اللي غتبقى خالدة كذلك في التاريخ. هذه من المباريات اللي عمرهم ما ينتساو، وكذلك راه هما كيتعاودوا وكيتباعوا في الشريطة ديال السي دي، يعني وفكيني في الانترنت، يعني كنفتخر بها وكنعتز بها. كيف جاتك الفكرة أنك تدخل العالم ديال التدريب؟ وحقيقة يعني الفكرة ما من جات من بعد اعتزالي، ماشي يكون اعتزالي، ولكن في 2006 يعني من بعد يعني انا التخلي عني انا والشاذلي من طرف الرئيس الصويري، يعني حقيقه يعني من انا كان واحد كما كنقولوا الناس كاع بقى فيهم الحال، وان 2006 من ساليس. اذا واش كان رضوان باقي مازال في اوج العطاء ديالو رغم ان فقط؟ نعم، انا كان 33 سنه وكانت الشاذلي كذلك 33 سنه، وكنا عطينا خدمات الفريق، يعني كان يعني بين عشيه وضحاها كتسمع ان الرئيس الصويري كيقول لك جيو تاخذوا اوراقكم من الملعب، انا والشاذلي. هو تخسرنا على عده لاعبين، منهم بكاري، منهم عبد الصمد، من يعني حتى الفريق ديك السنه كان غادي كان غير السنه الموالي كان غينزل للقسم الثاني، لانه حتى 13 حتى تم التغيير ديال احمد الصويري، لان هما كان جلب لاعب بعض اللاعبين، حق جلبهم يعني جلب بعض اللاعبين، ولكن دوك اللاعبين يعني ما لعبوش 3 شهور وجلبهم بواحد الموارد ماديه، الناس طلبات علاش جبتي هذوك اللاعبين، يعني دوك اللاعبين اللي ما غادي اللي بقيت انا والشاذلي وبقاو ما غاديش يلعبوا، يعني يجب الاستغناء عنا، ثم جلب هاد اللاعبين اللي كيلعبوا. من بعد يعني كنت فكرت في التدريب، قمت بواحد الدبلوم ديال الدرجه سي، لان لعب دوليين كما كدير تدير ديبلوم دي، جا نادوا علينا اللاعبين الدوليين، كنت انا والبهجه وابرامي ومن نجاري جريندو، احنا 25 لاعب قمنا بدوره تكوينيه للديبلوم سي، وكنا خدينا ديك ديبلوم سي، غير خدينا الحمد لله. جات الفكره ديال اتصل بيا شعيب بن الشيخ، ولا كما قلتي ولا رئيس، يعني مكتب ما بقاش ولا رئيس، يعني سال على كيبحت على مدرب، يعني من سوا يعني كان تكلم مع بشعيب مباركي مع زكريا عبوب اللي كانت انا عنده علاقه، تنعرفوا بان بشعيب مباركي عنده علاقه مع ولد حد السوا المباركي. نعم، قال يعني كاع نصحوا قالوا لي راه اللي غادي يكون يعني اللي عنده معروف الحمد لله، يعني معروف لا اخلاقيا لا كرويا لا، يعني هو رضوان الحيمان هو اللي استطاع يعني يقود الفريق. اذا كان الفريق السالمي هو اول فريق قمتي بالتدريب ديالو بعد الحصول ديالك على الدبلوم؟ نعم، كنت يعني واحد 4 اشهر كنت في المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي، نعم، عند افتتاح مدرسه في الصخور السوداء في ملعب الصخور السوداء. من بعد 4 اشهر حسيت براسي اني ما يمكنش انا في 16 لقب، ويعني ومريت على 20 مدرب عالمي، يعني مدربين يعني كانوا في مستوى، والتجربه ديالي نعطيها للدراري الصغار اللي ما يمكنش نخدم، خصني نخدم يا مع الشبان يا مع الكبار، هذه هي اللي انا عارف راسي نقدر نعطي، فهمتي؟ ما يمكنش نعطي
شي تجربه ديال نعطيها للدراري الصغار. اذا تيقولوا عسى ان تكرهوا ان تحبوا شيئا هو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. الان الانطلاقه ديالك بانت مع الشعاع ديالك، لان الان صراحه لان جميع الوسائل الاعلام تتحدث على هذا الفريق الشاب اللي هو الفريق اتحاد السلمي اللي ما كانش كان كاع ما كان معروف. نعم. وتعرف صراحه وشهدي شهاده من الناس اللي في حد سوال بان رضوان الحمر هو اللي كان له الدور في بروج هاد الفريق. الحقيقه هذه السنه الثانيه وانا مع فريق حد سوالم. السنه الماضيه يعني تسلمت زمام الامور والحمد لله ساعدني، يعني كان واضع فيه واحد الثقه الرئيس بن شعيب الشيخ، يعني بحال يعني عندي حريه. الحمد لله احنا جبنا لاعبين، قمنا بالسنه الماضيه يعني بواحد المستوى رفيع كما قلت لي وسائل الاعلام ليا لا التلفازه يعني تكلموا علينا في شحال من برنامج، ولا سيما برنامج ديال الهوات. كنا كنحتلوا يا الصف الاول يا الصف الثاني، كانت منافسه مع بني ملال اللي في الدوره الاخيره حق صعد فريق بني ملال ولعب يعني مباراه السد وحنا احتلنا من الصف الثاني، لان كان موسم صعب لان كان 16 فريق وسبعه الفرق غادي ينزلوا القسم الوطني الثاني. هوت وهذا الموسم شنو هما الحظوظ ديال الفريق السالمي للصعود الى حقيقه بعد السنه الماضيه اللي كانت سنه ممتازه وفريق يعني حقق نتائج ايجابيه ونتائج ممتازه. هذه السنه يعني كنا ناويين كذلك باش نلعبوا ادوار طالعيه وننافسوا على بطاقه الصعود. كان يعني بدينا استعدادات مبكره 3 أشهر قبل البطوله. حنا كنا كنعتقدوا ان البطوله غادي قالوا مع ولات فيها شطرين غادي تكون في شهر 9، ما تاتش نص شهر 10، يعني استعدادات مبكره. وقمنا بواحد 18 لقاء حبي، ذلك كان عنده اثر سلبي على الفريق. لذلك لما جات البطوله كان بحال الفريق كان كيحس بالعياء. 6 دورات الاولى ما حققنا الا 3 نقاط في يعني في 6 دورات 4 نقاط، وكان كيبعد علينا وكان كيبعد علينا فريق بني ملال ب 18 نقطة، كانت حنا عندنا 8 نقاط وهو 28 نقطة، يعني الناس كانوا كيرشحونا، يعني الفريق كيعرفوا أننا عندنا لاعبين ممتازين. لما ما حققناش نتائج إيجابية قلنا حنا غادي نلعبوا فقط من أجل البقاء لأن 7 فرق كذلك غادي تنزل القسم. من بعد فريق حقا يعني شد الاتجاه الصحيح والسكه الصحيحه، ضحك نتائج ورا نتيجه ولا سيما في لقاءات العوده كان فريق قوي وحقق نتائج. بالعكس فريق بني ملال ما حققش نتائج ايجابيه يعني في لقاءات الاياب، مما جعلنا نطمعوا كذلك من 7 نقاط ثم 5 نقاط ثم من استقبلناهم اصبحت نقطتين. الان رجاء ان الفريق يعني الناس كانت تحدثوا والناس وشاهدت الجميع ان الفريق لحد السوالم فريق اللي كيقدم كره ممتازه وكره جميله بشهاده جميع المنافسين كذلك، واللي كيستحق كرويا انه يصعد هو فريق حد السوالم. سي رضوان الحمر كنت مع البطوله كوم وتنتمنوا لك حظ سعيد. والاخير واحد الكلمه كنتمنى حقيقه وكنشكر اللاعبين اللي قاموا بمجهودات رغم ان يعني عرفنا بعض الضوائق الماديه، لان الفريق يعني بعض الفترات ان اللاعبين ما يعني ما تصور ما شهرين ونص ما خدوش ما تسلموش المستحقات 4 منح مباريات ومنحتين ديال الشهريه، وكنظن اللاعبين رغم ذلك حققوا 6 انتصارات. رغم ذلك يعني ما عند يعني لاعبين يعني كيتكريديو فلوس ما عند الناس باش يجيو للتدريب، يعني كنحييهم وكنشجعهم وكنتمنى يعني من منطقه حس السوالم اللي منطقه غنيه جدا فيعني كما سبق قلت لواحد الوسائل المكتوبه الاعلاميه ان المنطقه عندها 175 شركه ولا شركه كتساعد حي صناعي كبير وفي شركات كبرى بالملايير، وفقط المجلس البلدي هو اللي كيساعدنا وعندنا المنحه ديال الجامعه. هذا نداء الفريق اللي كيبغي يصعد خصو يكون عنده امكانيات موارد ماديه. الا قارنا بفريق بني ملال تصور انا فريق بني ملال هاد 7 مباريات اللي بقاو منهم المباريات ديال دينهم معاهم 6000 درهم الماتش المباراه، كذلك تيزنيت 4000 درهم في الملعب ديالهم 5000 درهم يعني تحفيزات. الا
كنا باغيين نساعدو خص الناس يساعدونا لان يد وحده للصفه. الشيخ بسعيد الشيخ رغم ذلك كيقوم بجهودات وكيبحث على النقود, رغم ذلك عندنا مشاكل ماديه كنتمنوا في هذا الشهرين تكون موارد يعني الناس يساعدونا باش نحققوا الصعوبه. اذا من هذا المنبر هذا نداء الى الفعاليات ديال حد سواء الشركات والناس اللي لاباس عليهم, لان تنعرف ان حد السلم وكاين فيه الناس اللي لاباس باش يمدوا يد العون لهذا الفريق الفتي باش يحقق امل الصعود. وانت مره ثانيه مع البطوله كوم, ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.